بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس شرح رياض الصالحين للعلامة الشيخ أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله: فإن كانت المعصية حق آدمي فشروطها أربعة، شروط التوبة أربعة. هذه الثلاثة التي سبق ذكرها، يعني وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه. يشترط في توبة معصية القذف القول، فيقول القاذف: القذف باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه، وكذا شهادة الزور، لأن في ذلك كما تعلمون ردا لحقوق الآخرين. قال الغزالي رحمه الله: إن كان المتناول مالا، إن كان المتناول المأخوذ يعني مالا، تناوله أخذه بغصب أو خيانة أو غبن في معاملة بنوع تلبيس، غبن بنوع تلبيس كترويج زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو منع أجرته، فكل ذلك يجب أن يفتش عنه، لا من حد بلوغه بل من مدة وجوده. يعني يجب على المكلف، يقول إمام الغزالي رحمه الله تعالى، يجب على الإنسان أن يفتش عن معاملاته مع الآخرين، ليس من وقت البلوغ بل من وقت وجوده، بل من وقت وجوده، يعني من قبل البلوغ، من قبل البلوغ. قال: فإنما يجب في مال الصبي يجب إخراجه بعد البلوغ إن كان الولي قصر فيه، يعني إن كان الولي لم يخرج زكاة مال الصبي، إن كان الولي، يقول الإمام الغزالي رحمه الله، إن كان الولي لم يخرج زكاة مال الصبي، وجب على الصبي بعد البلوغ أن يخرج زكاة ماله هو عن السنوات الماضية. هذا معنى قوله يجب عليه أن يفتش في معاملاته، ليس من وقت البلوغ بل من لحظة وجوده، لأن هناك حقوق ربما ارتبطت فيه من لحظة الوجود، كالزكاة مثلا، كزكاة المال يعني. قال: فإنما يجب في مال الصبي يجب إخراجه بعد البلوغ إن كان الولي قصر فيه، فإن لم يفعل، يعني الصبي لم يفعل، كان ظالما مطالبا به، إذ يستوي في الحقوق المالية الصبي والبالغ، ويحاسب نفسه على الحبات والذرات من أول يوم حياته إلى يوم توبته، يعني هذا إذا أراد توبة نصوحا كاملة. فإذا حصل مجموع ما عليه بظن غالب ونوع من الاجتهاد ممكن، فليكتبه وليكتب أسامي أصحاب المظالم واحدا واحدا،
وليطف في نواحي العالم. وليطف، يعني انظر لهذا التعبير، تعبير الإمام الغزالي رحمه الله، وليطف في نواحي العالم، يعني أن تطوف العالم كله من أجل أن ترد مظلمة لإنسان ظلمته، خير لك من أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ليحاسبك عن هذه المظلمة. قال وليطف في نواحي العالم، وليطلبهم وليستحلهم أو ليرد حقهم. يعني أنت الآن بالخيار بين أن تستحلهم وبين أن ترد لهم حقوقهم. قال وهذه التوبة تشق على الظلمة وعلى التجار، فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين أو المعاملين كلهم، ولا على طلب ورثتهم، وذلك لكثرة ظلمهم، لكثرة ظلمهم. وأولئك التجار يكثرون من العمل، فيكثرون ربما من الغش والتزوير والتلبيس والتدليس إلى غير ذلك، ولكن على كل واحد منهم أن يفعل ما قدر عليه، فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تفيض منه يوم القيامة. يفعل حسنات كثيرة حتى يستطيع أن يعطي المظلومين الذين ظلمهم يوم القيامة من حسناته، ثم يزيد له حسنات كي يدخل الجنة. وإلا إذا لم يبق له حسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، فثم طرح هو في النار. فلذلك الآن أنت إذا كثر من ظلمتهم ولم تستطع التعرف عليهم والوقوف عليهم، الواجب عليك أن تكثر من الحسنات، من الذكر، من الصلاة، من الدعاء، قراءة القرآن، الأعمال الصالحة، كي تستطيع يوم القيامة وفاء ما عليك من الحقوق عن طريق حسناتك، ليفيض لك، ليزيد، ليبقى لك شيء من الحسنات كي تنجو يوم القيامة. قال فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم، ولتكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه، فإنه إن لم تفي به حسناته حمل من سيئات أرباب المظالم فطرحت في سيئاته وفي كفته، ثم يرمى بها وبه في نار جهنم، فيهلك بسيئات غيره لا بسيئاته، يهلك بسيئات غيره. ربما تكون سيئاته غير مهلكة له، غير مهلكة له، ولكن لما أخذ من سيئات غيره كان هلاكه بسيئات غيره. نجا غيره بصالح أعماله، وهلك هو بفاسد وسيء أعمال غيره. الحقوق لا بد أن تؤدى إما في الدنيا أو في الآخرة. قال هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته، وأما أمواله الحاضرة فليؤدي إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا. في يده الآن سيولة، ينبغي أن يرد هذا المال إلى أصحابه الذين يعرفهم. وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به، لا سيما أولئك الموظفون الذين يتعاملون بالرشا، يأخذون الرشوة من الناس. هؤلاء أموالهم ربما يكون عندهم عمارات وأراضي وقصور، ربما كلها من مال حرام، كلها من مال حرام أخوذ من الرشوة. الواجب عليهم أن يخرجوا عن مالهم، أن يخرجوا عن مالهم، أن يردوا الأموال لأصحابها، فإن عجزوا يتصدقوا بهذه الأموال إن كانوا طالبين للسلامة، إن كانوا طالبين. وهذا كثيرا ما نسأل عنه، يقول إنسان أنا طالب مثلا أنا من 30 سنة أتعامل بالربا، والآن أنا تبت، ماذا أفعل؟ لك رؤوس أموالك، لك رأس مالك، وبعد ذلك تتبرع
توزع جميع الأموال الزائدة التي ليست هي من رأس مالك. قال: فعليه وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به، فإن اختلط الحرام بالحلال عرف قدر الحرام بالاجتهاد، يعني يتحرى ويقدر تقديرا وتصدق بذلك المقدار. قال الطائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ به في الدنيا، كما برئ منه في الدنيا. وقال الطائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية يوم القيامة، يعني أنا وإن أديت أخذت مالا من فلان وبعد أن مات رددت المال إلى ورثته. فريق من العلماء قال: برئت أمام الله يوم القيامة، وبعضهم قال: لا، أنا لن أبرأ، ذاك الذي أخذت ماله وأعطيته بعد ذلك لورثته له حق عندي سيطالبني به يوم القيامة. ليه؟ قال: أنني حرمته من التمتع من الاستمتاع بهذا المال، ولقد أوحشته حيث فقد ماله وآذيته، وربما يكون قد مرض لفقد هذا المال، مرض لفقد هذا المال. فإذا هناك عندنا ضرر معنوي بالإضافة إلى الضرر المادي، أنت أعدت حقه المادي المال للورثة، ولكن من ذا الذي يعيد له الحق المعنوي؟ هذا الذي تحاسب عليه يوم القيامة. هذا ما ذهب إليه فريق من العلماء. قال: وقال الطائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية، المطالبة باقية يوم القيامة، وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه، فإنه منعه من انتفاعه به طول حياته، ومات ولم ينتفع به بماله. وبنوا على هذا أنه لو انتقل حق من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة للجميع، لأنه حق كان واجبا عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. وفصل شيخنا بين الطائفتين، طبعا النقل هنا شين فيما أذكر من كلام ابن قيم الجوزية، وعليه يكون المراد بشيخه ابن تيمية. وفصل شيخنا بين الطائفتين فقال: إن تمكن المورث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى ما صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه ظالم على المورث وتعذر عليه أخذه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. وهذا إنما تلف على المورث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه، وإن عوض يعني المتلف، وإن عوض الورثة قال لا. قال: فينبغي أن يقال: فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك الوارث، يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت. فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة
المطالبة، استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا، يعني للوارث والمورث، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة، فتكون المطالبة يوم القيامة من الجماعة كلهم يطالبونه هو يوم القيامة. فهذا المال الآن الذي انتقل من وارث إلى وارث صار كمن غصب مالا من جماعة، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون، مرتب يعني على أجيال، مرتب على أجيال من الناس، واستولى على هذا الوقف، فكل أولئك الذين منعوا من الانتفاع بهذا الوقف هم سيحاسبونه يوم القيامة. لذلك من أكبر المهلكات، أن يستولي الإنسان على وقف، وبعد ذلك يموت ويورثه، يسأل الله السلامة. هذا خصومه يوم القيامة لا حصر لهم، لا سيما إن استولى على وقف وقف على جهة عامة على فقراء المسلمين، فهذا يوم القيامة خصومه لا حصر لهم، أبدا. وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم. قوله فإن كانت حد قذف، كانت المعصية التي صدرت من زيد من الناس وأراد أن يتوب منها، فإن كانت حد قذف أو نحوه مكنه منه، يعني مكنه، أنت تائب الآن من هذا القذف يجب عليك أن تمكنه من إقامة الحد عليك، أن تمكنه من نفسك، قل تعال أنا كنت قد قذفتك وأنت الآن بالخيار، إما أن تسامحني وإما أن تأخذ بيدي إلى القاضي ليقيم الحد علي. هذا إذا أراد السلامة لنفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم نقع بالغيبة والنميمة والاستخفاف بالآخرين والتعرض على الناس بأعراضهم وبهمزهم ولمزهم، كيف يعني كم تعلق في أعناقنا حقوق كثيرة للعباد. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرضي عنا يوم القيامة الخصوم. اللهم ارضي عنا، خصومنا يوم القيامة. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. قال مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، استحله من هذه الغيبة. وهنا للعلماء أظن سيذكر هذا للعلماء في ذلك قولان في موضوع الغيبة. فريق من العلماء قال لا ينبغي له أن يفصل، يكفيه أن يقول قد ذكرتك بسوء فسامحني، فإن سامحه انتهى الأمر. وبعضهم قال لا، لا بد من التفصيل، لا يرتفع عنه المساءلة والمحاسبة يوم القيامة ولا تكمل توبته إلا أن يوضح ويفصل الغيبة التي ذكره فيها حتى تكمل توبته. قال مظالم العباد إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو القلوب، أعني به الإيذاء المحض. أما الأموال فقد سبق حكمها، وأما النفوس فإن جرى عليه قتل خطأ فتوبته بتسليم الدية، أن يعطي أهل القتيل الدية ووصولها إلى المستحق إما منه أو من عاقلته. وإن كان عمدا موجبا للقصاص، هذا مولانا الشيخ أبو الطيب، هذا قول لبعض العلماء، بعض العلماء ماذا قال؟ التوبة من الغيبة، بعضهم قال التوبة من الغيبة
وهذا قول جماعة، قول طائفة، هو أن تدعو وأن تستغفر لمن ذكرته بسوء. يعني يكفي أن تستغفر وأن تدعو لمن ذكرته، لمن اغتبته، قال فتكون تلك هذه بتلك. وبعضهم قال يقرأ شيئا من القرآن، يقرأ شيئا من القرآن ويهبه ثوابه، هذا قول طائفة. ولكن قول جماهير العلماء أنه لا بد من الاستحلال، أنه لا بد من الاستحلال. ثم الذين قالوا لا بد من الاستحلال انقسموا فريقين، بعضهم قال يكفي الإجمال دون التفصيل وهؤلاء كثر، وبعضهم قال لا بد من التفصيل وهذا مشكل صراحة، هذا مشكل، قال لا بد من التفصيل حتى يعني تبرأ أنت من المطالبة يوم القيامة. لذلك نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من أعراض الناس، ألا نذكر مسلما بسوء. آمين آمين. قال وإن كان عمدا موجبا للقصاص فبالقصاص، فإن لم يعرف فيجب أن يعترف عند ولي الدم ويحكمه في روحه، فإن شاء ولي الدم يعني عفى عنه وإن شاء قتله ولا يجوز له الإخفاء. يعني من قتل عمدا، كأن الشيخ يقول لا تقبل توبة قاتل العمد إلا بأن يقام الحد عليه، إلا بالقصاص منه، لأن حق ولي الدم تعلق بدم القاتل. وليس هذا كما لو زنى أو شرب خمرا يعني، أو سرق أو قطع الطريق أو باشر ما يجب فيه حد لله تعالى، فإنه لا يلزمه بالتوبة أن يفضح نفسه ويهتك ستره، بل عليه أن يتستر بستر الله تعالى ويقيم حد الله على نفسه بأنواع المجاهدة. فالعفو في محض حقوق الله تعالى، العفو في حقوق الله المحضة، قريبة من التائبين. إذا علم الله منك توبة صادقة في معصية فعلتها تمحضت حقا لله جل وعلا، فإن الله يغفر لك تلك المعصية، يغفر لك تلك الذلة، وأنت غير مطالب بأن تفضح نفسك. نعم. حتى قالوا لو أنه زنى بامرأة رجل ليس له أن يذهب إليه ويقول له أنا زنيت بزوجتك مثلا أو بأختك أو ليس، لا يفعل ذلك، ولكن يتوب إلى الله عز وجل ويحاول أن يرضي هذا الخصم بشيء ما دون أن يعلمه بالطامة التي فعلها، دون أن يعلمه بالطامة، لأنه لو قال له أني فعلت كذا ربما يقتله ويقتل زوجته، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. قال فإن رفع أمره إلى الولي حتى أقام عليه الحد، فالحد يقع موقعه وتكون توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى، بدليل حديث ماعز والغامدية. وأما القصاص وحد القذف فلا بد من تحكيم المستحق القصاص في القتل العمد وكذلك في القذف. وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس ما يسوءهم ويعيبهم في الغيبة أثناء غيبتهم، فليطلب هذا المغتاب فليطلب كل من تعرض له بلسانه، فليبحث وليفتش عن أولئك الذين يغتابهم أو آذى قلبه بفعل من أفعاله. أنت قد تؤذي أخا لك بنظرة احتقار، بنظرة استهزاء،
لذلك الباري يقول في القرآن الكريم: ويل لكل همزة لمزة. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة الزكية عندما ذكر سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمامها أمنا صفية رضي الله عنها، أشارت بيدها هكذا، يعني هي قصيرة، فغضب النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: لقد قلت. وأضافت إلى ذلك: حسبك من صفية أنها كذا، أنها هكذا، يعني تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وسيأتي هذا الحديث معنا. إذا ليس من السهل أبدا أن تقع في أعراض الناس، أن تسيء إليهم، أن تؤلم قلوبهم، أن تؤلم قلوب الآخرين. المطلوب منك دائما، لذلك قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من الصدقات أن تلقى أخاك بوجه طليق، التبسم في وجه أخيك صدقة. لا ينبغي أن تسيء، أن تحزن، أن تؤلم قلب أخيك المسلم. فإن فعلت فاستحله، فإن فعلت فينبغي أن تستحله. قال: وليستحل واحدا واحدا منهم. ومن مات أو غاب فقد فات أمره، ولا تدارك له إلا بتكثير الحسنات. أن تكثر أنت أيها المغتاب، أيها المذنب، أيها النمام، أيها المؤلم الذي آلمت إخوانك في قلوبهم ومشاعرهم. لا ينجيك من هذه المهلكة التهلكة إلا أن تكثر من حسناتك كي تعطيهم منها يوم القيامة. قال: لتؤخذ عوضا في القيامة. وأما من وجده أحله بطيبة قلب منه فذلك كفارته، وعليه أن يعرفه. انظر الآن تدقيق من الإمام الغزالي: وعليه أن يعرفه قدر جنايته وتعرضه له. فالاستحلال المبهم لا يكفي، الاستحلال من حيث الجملة بأن تقول له لقد اغتبتك دون أن تبين، قال الإمام الغزالي، قال لا يكفي. هذا مذهبه كما هو معلوم، ولكن مذهب غيره أنه يكفي الإجمال، يكفي الإجمال. قال: وربما لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالإحلال، وادخر ذلك في القيامة ذخيرة بأن يأخذ من حسناته أو يحمله من سيئاته. أما الغيبة فإن لم تبلغ المغتاب، فرأيت في فتاوى الحناطي أنه يكفي الندم، وهذا ما ذكرت سأل عنه الآن الشيخ يوسف، أنه يكفي الندم والاستغفار، وإن بلغته فيأتي المغتاب ويستحل منه. فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته البعيدة استغفر الله له، ولا اعتبار بتحليل الورثة. يعني إن ذهبت أنت لورثة الميت وقلت لهم لقد اغتبت أباكم، قالوا سامحنا، قال لا اعتبار لهم. قال الغزالي: فإن كان في جملة جنايته ما لو ذكره المجني عليه أو عرفه لتأذى بمعرفته، كزناه مع جاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شوفه به، فقد انسد عليه طريق الاستحلال، انسد عليه طريق الاستحلال، فليس له إلا أن يستحل مبهما. لأن هنا الاستحلال المتفصيلي مولانا ينقلنا من معصية إلى طامة، ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجبر به مظلمة الميت أو الغائب.
وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها، ومهما ذكر جنايته وعرف المجني عليه فلم تسمح نفسه بالإحلال بقيت المظلمة. يعني أنت ذهبت عند رجل وقلت له لقد فعلت مع ذكرتك بسوء بكذا وكذا وكذا فسامحني، فلم يسامحه، قال تبقى المظلمة موجودة لا ترفع المظلمة حتى يقول لك سامحتك. فيجب عليك أن ترضيه، يجب عليك أن ترضيه. وأصعب المواقف يوم القيامة مواقف الغيبة والنميمة وغير ذلك، كما ذكرنا لعلنا في درس سابق، هو موقف التقاص، آخر موقف من مواقف يوم القيامة قبل الدخول إلى الجنة. يقف المسلمون كلهم في عرصة باب الجنة، قبل أن يدخلوا هذا الموقف يحبس كثير من الناس عن الدخول ليحصل التقاص بين العباد. قال بقيت المظلمة، فإن هذا حقه فعليه أن يتلطف به ويسعى في مهماته وأغراضه، فإن الإنسان عبد الإحسان. إذا لابد أن تخدمه وأن تذل نفسك له حتى يسامحك، وإياك أن يمنعك الكبر فتقول، بعض الناس يقول لك لا يضرني إن سامح وإلا لم يسامح. كيف هذا؟ يوم القيامة ستقف يوم القيامة بين يدي الملك جل وعلا الحكم العدل، فهذا أمر مخيف تماما. قال فإن الإنسان عبد الإحسان، وكل من نفر بسيئة مال بحسنة. جميل هذا الكلام، كل من نفر بسيئة مال بحسنة، يعني كل من أبعدته سيئتك قربته حسنتك، كل من أبعدته سيئتك قربته حسنتك. والله جميل هذا الكلام، جميل جدا. قال وإن أبى إلا الإصرار، يعني هو رفض تماما يعني المسامحة، فيكون تلطفه واعتذاره إليه من جملة حسناته التي يمكن أن يجبر بها في القيامة جنايته، وليكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه كقدر سعيه في إيذائه. جميل هذا الكلام، حتى إذا قاوم أحدهما الآخر، يعني قاوم سعيه في إسعاده، قاوم سعيه في إيذائه، الذي ينبغي أن ينتصر في الأخير سعيه في إسعاده، هو الذي ينبغي أن يسعده. الله. قال حتى إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليهم أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله فيه، كمن أتلف في الدنيا مالا فجاءه بمثله، أتلفت لك مالا فجئتك بمثله، فامتنع من هو له عن القبول أو عن الإبراء، فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى. فكذلك يحكم في صعيد القيامة، أحكم الحاكمين وأعدل المقسطين جل وعلا. وفي المتفق عليه من الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، والحديث معروف محفوظ. فبهذا تعرف أنه لا خلاص، إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال ذرة. فلا بد للتائب من تكثير الحسنات،
حتى يبقى كما قلنا شيء من حسناته يوم القيامة، يعني يدخله الجنة، يدخله الجنة. قوله ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب. قال الغزالي قيل إن التوبة عن بعض الذنوب دون بعض لا يصح، هذا قول، لا بد أن يتوب من جميع الذنوب. وقال قائلون يصح، ولفظة الصحة في هذا المقام مجملة، يعني تحتاج إلى بيان وتفصيل. يعني قول من قال بأنه من تاب من بعض الذنوب دون بعض تصح توبته، هذا القول مجمل يحتاج إلى بيان وتفصيل. بل نقول لمن قال لا يصح، يعني الآن الشيخ سيناقش القولين، نقول لمن قال لا يصح إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلا، بل وجوده كعدمه، فما أعظم خطأك. فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب، وقلتها سبب لقلته. ونقول لمن قال يصح أن يتوب عن بعض دون البعض، إن أردت أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولا يوجب إلى النجاة والفوز فهذا أيضا خطأ. تقول أنا إن تبت عن بعض الذنوب فإن الله سيغفر لي جميع ذنوبي وأفوز عند الله، قال هذا خطأ كذلك، هذا خطأ، بل النجاة والفوز بترك الجميع، بترك جميع الذنوب والتوبة منها. ولسنا نتكلم في خفايا أسرار عفو الله، يعني قد الباري جل وعلا يغفر لك ذنوبك كلها سواء تبت منها أو لم تتب، هذا أمر الله، نحن لا حديث لنا عن فضل الله عز وجل وعن رحمة الله وعن عفو الله عز وجل، نحن نتحدث من خلال الأحكام الأحاديث والأدلة التي بين أيدينا. أما بعد ذلك يغفر الله جميع الذنوب برحمته وإن لم يتب منها المذنبون فهذا شيء آخر نحن لا علاقة لنا به. وإن قال من ذهب إلى أنها لا تصح، إني أردت أن التوبة عبارة عن الندم، وإنما يندم على السرقة مثلا لكونها معصية، ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن كان توجعه لأجل المعصية، يعني من تاب من الزنا من السرقة وكانت توبته من السرقة خوفا من الله عز وجل فيستحيل أن يفعل الزنا ولا يتوب منه، لأنه كيف يخاف من عقاب الله بسبب السرقة ولا يخاف من عقاب الله بسبب الزنا، هذا ما يعني لا يوجد، لا يوجد. فلذلك قال لا تصح التوبة إلا عن الجميع. قال ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن كان توجعه لأجل المعصية، فإن العلة شاملة لهما، التوجع والألم والخوف علة جامعة للتوبة من هاتين المعصيتين، إذ من يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجع على قتله بالسكين. قال أن توجعه لفوات محبوبه سواء كان فوات محبوبه يعني حاصلا بالسيف أو بالسكين، فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمعصية سواء كان هذا المفوت للمحبوب سواء كان بالسرقة بسبب السرقة أو بالزنا، وكيف يتوجع على البعض دون البعض. فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب
من حيث إنه معصية. تأملوا أحبابي هذا الكلام الجميل. الندم حالة، حالة نفسية، حالة وجدانية تنشأ ويوجدها، يحدثها، يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب، مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصية. فأنا عندما أعلم بأن هذه المعصية تحرمني التلذذ بمناجاة الله عز وجل، تبعدني عن الله، تطردني عن رحاب الله عز وجل، عندما أعلم هذا، أعلم هذا يقينا، وأنا أكون حريصا على محبوبي، على سيدي ومولاي، أكون حريصا حرصا حقيقيا وليس حرصا ادعائيا ظاهريا، تجدني أمتنع عن كل معصية أيا كانت هذه المعصية، لأن في يقيني أن المعصية، في يقيني أن المعصية أيا كانت ستكون سبب حجاب وسبب حرمان وسبب قطيعة بين العبد وسيده. فكلام في غاية الروعة والدقة. الندم حالة يوجبها، يعني حبذا لو نضع تحته خط هذا الكلام أحبابنا كي نراجعه. الندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب من حيث إنه معصية. فلا يتصور أن تكون بعض المعاصي دون بعض، بل المحب لله عز وجل الحريص على صلته بالله تبارك وتعالى كما قال بعض العلماء، بعض العارفين، بعض أرباب العقول، قالوا لا يوجد عند المحبين لله عز وجل، عند المحبين الراغبين بالله، لا يوجد عندهم كبيرة وصغيرة، بل الذنوب كلها كبائر، الذنوب كلها كبائر. لماذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى المعاصي، هم ينظرون إلى من يعصون، هم ينظرون إلى أن الذي عصي هو الملك، هو المحبوب، هو الذي يرجى وصاله، هو الذي يخاف الانقطاع والطرد عن بابه ورحابه. فأي معصية تكون حجابا وقطيعة وطردا، نسأل الله السلامة. فلذلك أحبابنا، يعني هذا أمر في الواقع في غاية الدقة، وبذلك يعرف الواحد منا هل هو ممن قلبه معلق بالله عز وجل تعلقا حقيقيا، أم هو تعلق ادعائي باللسان. الآن صار عندنا موازين، فعلى قدر ابتعادي ونفوري وتألمي من المعصية أعلم صدق تعلقي وارتباطي ومحبتي لله تبارك وتعالى. قال فلا يتصور أن تكون بعض المعاصي دون بعض، ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الخمر من أحد الدنين دون الآخر، فإن استحال ذلك من حيث إن المعصية في الخمرين واحدة وإنما الدنان ظروف، فكذلك أعيان المعاصي آلات للمعصية، والمعصية من حيث مخالفة الأمر واحدة. يعني أحبابنا هذا الكلام هو صحيح، ولكن لا يصح أن نجعله عاما، يعني هذا صحيح عند الخواص من عباد الله، عند الكمال من عباد الله، ولكن إن تعميم هذا الكلام على كافة العباد يعني يوقع الناس في حرج شديد كما سيذكره الشيخ الآن. فإذا معنى عدم الصحة أن الله وعد التائبين رتبة، وتلك الرتبة لا تنال إلا بالندم، ولا يتصور الندم على بعض المتماثلات دون بعض، والمعاصي كلها متماثلة. وهذا كلام يستنطق المنصف بتفصيل هذا الكلام السابق الذي ذكره. نعم، يستنطق يعني يلجئ المنصف
إلى بيانه وتفصيله، فهذا الكلام يحتاج إلى بيان وتفصيل. فنقول التوبة عن بعض الذنوب لا تخلو، إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر، أو عن الصغائر دون الكبائر، أو عن كبيرة دون كبيرة. الأول، فأما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمر ممكن، ممكن أن يتوب الإنسان عن الكبائر، عن الزنا، عن شرب الخمر، عن القتل، عن الغيبة، ولكن ربما لا يستطيع أن يتوب عن النظر، عن النظر إلى ما لا يحل، ربما لا يستطيع ذلك، إذ يعلم أن الكبائر أعظم عند الله تعالى وأجلب لسخط الله ومقته، والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها. فلا يستحيل أن يتوب، أن يتوب عن الأعظم، ليس من المستحيل أن يتوب عن الأعظم التي هي الكبائر ويندم عليه، كالذي يجني، كالذي يجني يرتكب جناية على أهل الملك وحرمه، ويجني كذلك على دابته، فيكون خائفا من الجناية على الأهل، مستحقرا للجناية على الدابة. فالندم بحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعدا عن الله عز وجل، وهذا ممكن وجوده في الشرع، فقد كثر التائبون في الأعصار الخالية ولم يكن واحد منهم معصوما، فلا تستدعي التوبة العصمة. والطبيب قد يحذر المريض العسل تحذيرا شديدا، ويحذره السكر تحذيرا أخف منه، فيتوب المريض، يعني يمتنع، يتوب المريض يعني يمتنع بقوله، بقول الطبيب، فيمتنع المريض بقول، بسبب قول المريض عن العسل دون السكر، فهذا غير محال وجوده، مع أن الطبيب نهاه عن العسل وعن السكر، ولكن نهيه عن العسل كان أشد من نهيه عن السكر. وإن أكلهما جميعا، أكل العسل والسكر بحكم شهوته، ندم على أكل العسل دون السكر. ليه؟ لأن الطبيب كان قد حذره تحذيرا عظيما من العسل دون تحذيره من السكر. فالآن الشيخ ذكر لنا هذا المثال ليوضح لنا أنه يجوز للإنسان أن يتوب من الكبائر ويقع في الصغائر، وهذا ليس محالا. الثاني، أن يتوب عن بعض الكبائر دون البعض، وهذا أيضا ممكن لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد من بعض وأغلظ عند الله تعالى، كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد، لعلمه بأن ديوان العباد، ديوان العباد لا يترك، وما بينه، ولعلمه أيضا أن ما بينه وبين الله تعالى يتسارع العفو إليه، يعني هو يعلم يقينا إذا قتل مسلما لن ينجو من عقاب الله يوم القيامة، لأن هذا القتل تعلق به حق آدمي. أما لو شرب الخمر فهو يعلم يقينا أنه ربما يتعرض لعفو الله، لو زنى ربما يتعرض لعفو الله. أما القاتل، أما الظالم، كيف يتعرض لعفو الله وقد علقت في ذمته حقوق العباد؟ وهذا أيضا ممكن. وكذلك قد يتوب عن الخمر دون الزنا، إذ يتضح له أن الخمر مفتاح كل شر. الثالث، أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة، وهو يعلم أنها كبيرة، كالذي يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير محرم أو ما يجري مجراه، وهو مصر على شرب الخمر، وهو أيضا ممكن. ووجه إمكانه أنه ما من مؤمن إلا وهو خائف على معاصيه ونادم على فعله ندما، إما ضعيفا أو قويا، ولكن تكون لذة نفسه
في تلك المعصية أخوى من تألم قلبه في الخوف. يعني هو لما فعل المعصية ذاق لذتها، وبنفس الوقت هو تألم لأنه فعل المعصية. ولكن إذا جعلنا اللذة والألم، نجد أن اللذة أقوى بكثير من الألم، لذلك لا يستطيع أن يمتنع، لا يستطيع أن يمتنع. متى يمتنع؟ عندما يعظم الألم فيصبح مقدار الألم أعظم بكثير، يعني أعظم، لا نقول بكثير، أعظم من مقدار اللذة، عند ذلك يمتنع عن المعصية. أنا أعرف إخواننا واحد، أظن لعلي والله أكثر من واحد أعرفهم، ولكن هذا الشخص كنت أعرفه تماما، يعني كان يسكر ويشرب، يعني يفعل الموبقات. باختصار شديد، كان أهله، زوجته، أقاربه يأمرونه بالمعروف، ينهونه عن المنكر. كان يقول والله يا أخي أنا أعرف أن هذا حرام وأنا متألم، ولكن ما أستطيع أن أترك. لماذا لا يستطيع؟ لأن لذة المعصية عنده أقوى بكثير من ألم المعصية، من ألمها، من ألم فعلها. يوم من الأيام جاء ساعة متأخرة من الليل إلى بيته، فوجد نفسه امرأته في البيت لم تحضر له طعاما أو طلب منها شيئا ما لم تفعله، فقام بضربها ضربا مبرحا، فقام بكسرها عدة كسور، كسر رأس، كسر يدين، رجلين. دخل الجيران إلى بيته، أخذوها إلى المشفى وهو هرب. فاستيقظ في الصباح في الساعة 7 والثامنة صباحا، وجد نفسه نائما في داخل حاوية الزبالة، حاوية القمامة، حاوية كبيرة، نائما فيها والقمامة كلها فوقه. فلما استيقظ هكذا وجد الحالة المزرية التي هو عليها الآن، توقد واشتعل وانفجر، انفجرت نيران الألم، نيران الألم في قلبه. كيف أنا أكون هكذا؟ وجد عنده ألم المعصية. ذهب إلى البيت فإذا بزوجته مسجعة على الفراش، والأهل حولها، وبدأوا يشتمونه ويسبونه، وذكروه بما فعل، فكأن بركانا انفجر في قلبه، وهذا البركان كان كفيلا تماما بحرق لذة المعصية، بحرقها أبدا وإبادتها. فانقلب 180 درجة، انقلب 180 درجة، ما شاء الله أقبل على طاعة الله والذكر، وصار ما شاء الله يعني من الذاكرين. وحاله الآن ما شاء الله، يعني الآن صار عمره أظن 60 أو 70 سنة ما شاء الله. هذا الكلام أذكره لكم من 88 تقريبا، من 1988. فإذا السبب هو أن الألم يكون أدنى قوة من لذة المعصية. قال ولكن تكون لذة نفسه في تلك المعصية أقوى من تألم قلبه في الخوف منها، لأسباب توجب ضعف الخوف من الجهل والغفلة، وأسباب توجب قوة الشهوة، فيكون الندم موجودا ولكن لا يكون مليئا بتحريك العزم ولا قويا عليه. وإن سلم عن شهوة أقوى منه لأن لم يعارضه إلا ما هو أضعف، قهر الخوف الشهوة وغلبها وأوجب ذلك ترك المعصية. قال وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخمر، وقد تشتد ضراوة، الضراوة هي العادة، الضراوة هي العادة، قد تشتد هذه العادة، عادة الفاسق بالخمر، فلا يقدر على الصبر عنه، وتكون له ضرابة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير المحرم، وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية، فيوجب غلبة جند الخوف
انبعاث العزم للترك. إذن المقياس، المقياس في هذا الأمر هو أن تكون نار الألم، نار الألم من المعصية أقوى بكثير من لذة المعصية. بل يقول هذا الفاسق في نفسه: إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي، فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخي العنان بالكلية. يعني صحيح الشيطان قهرني، ولكن هكذا أصبح مطية للشيطان يركبني متى شاء؟ لا، ينبغي علي أن أجاهده وأن أقهره في بعض المعاصي التي أستطيع أن أقهره بها. عسى أن يوفقني الله عز وجل لأن أقهره بجميع المعاصي. وهذا أحبابي اعلموا يقينا، هذا حال كل عاص، هذا حال لا أقول كل عاص، معظم العصاة الذين نراهم هم كارهون للواقع الذي يعيشونه، هم كارهون لهذا الواقع. ولكن كما قلنا أحبابي، نار الألم ضعيفة، تحتاج إلى من يوقدها، إلى من يغذيها، إلى من يمدها بالوقود كي تحرق تلك اللذة، فينقلب هذا الإنسان العاصي إلى إنسان نادم مقبل. لذلك نحتاج إلى تلطف بالدعوة، حكمة بالتذكير، حكمة بالوعظ والإرشاد، لعلنا نوقد ونقوي تلك النيران، نيران الألم في قلوب العصاة، فيمتنعوا عن تلك المعاصي التي يفعلونها ويعود شؤمها على المجتمع كله. قال: فيقول العاصي: لا ينبغي أن أخلع العذار وأرخي العنان بالكلية، بل أجاهده في بعض المعاصي فعساني أغلبه، فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي. ولو لم يتصور هذا لما تصور من الفاسق أن يصوم ويصلي. والله يا أحبابنا، مرة أذكر الشيخ الدكتور سعيد غفر الله له ذكر قصة في أحد دروسه كنا نحضره، ذكر قصة عن شارب خمر يعرفه، عن شارب خمر يعرفه، كان جاره، كان كلما رآه الشيخ يعني في الطريق كان يدعو، يقول له هذا شارب الخمر المسرف على نفسه، يقول له: يا سيدي ادعو الله أن يتوب علي، ادعو الله لي أن يتوب علي، ادعو الله لي أن يتوب علي. قال لي في يوم، يعني قال للحضور في يوم من الأيام، في يوم من الأيام أظن يا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، وكان هو جار المسجد، جار المسجد، إيه نعم، سمعوا صراخ إلى آخره، فسأل عن الحال. المهم علم أن في ذلك اليوم، في ذلك اليوم شارب الخمر هذا قال لزوجته: أريد أن أغتسل. اغتسل وتوضأ ولبس ثيابا بيضاء وقام يصلي إما الفجر أو المغرب، فقبض وهو يسجد، فقبض وهو ساجد، قبض وهو ساجد. فإذا هذا الإنسان كان متألما في الداخل ويرجو النجاة، يطلب النجاة، ولكن نفسه كانت تقهره، فلعل هذا الإنسان كان على صلة دائمة بالله، دائما يقول: يا رب يا رب يا رب يا رب خلصني، يا رب خلصني، يا رب خلصني، يا رب خلصني. وتعلمون أحبابي، تعلمون أنتم أن الإنسان الذي يدعو الله عز وجل ما دام يوقن بالإجابة وينتظر الاستجابة، هو عباده، في عبادة، هو في عبادة مستمرة. لذلك عبادة الدعاء من أهم العبادات التي يقصر فيها كثير من الناس. فهذا الإنسان كان يدعو الله عز وجل بقلب صادق: يا ربي خلصني، يا ربي خلصني، وهو ينتظر لحظة الخلاص، وهو موقن بأن الله سيخلصه، فهو إذا في عباده، هو في عباده. هذا المعنى ربما يرفضه البعض، ولكن أنا لا أرفض، بالعكس أنا أقبله،
أنا أقبل هذا المعنى. هذا الإنسان كان منكسرا في الداخل، كان في حالة ذل. لذلك سيدي ابن عطاء الله كان في حكمه يقول: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أنا اليوم صليت في جوف الليل قبل الفجر 10 ركعات، استيقظت في الصباح صليت الفجر مع الجماعة، أتيت بالأذكار الصباحية وقرأت جزئين قرآن، خرجت من البيت فإذا بي أحتقر الناس كلهم، كل الناس فساق وضلال وأنا شيخ الأولياء والصالحين. أي طاعة هذه؟ أنا لا أنتفع بهذه الطاعة، هذه الطاعة أورثتني عزا واستكبارا، هذه الطاعة أورثتني المهالك دون أن أشعر. يا رب سلم. قال: فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي. ولو لم يتصور هذا لما تصور من الفاسق أن يصوم ويصلي، ولا قيل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح، وإن كانت لله فاترك الفسق لله، وهذا محال. بل يقول: لله علي أمران ولي على المخالفة فيهما عقوبتان، وأنا مليء في أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه في الآخرة، فأنا أقهره فيما أقدر عليه وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر عني ما عجزت عنه لفرط شهوتي. إن كان العاصي يفكر في هذا الموضوع فهذا يعني إن شاء الله توبته قريبة قاب قوسين أو أدنى. وكيف لا يتصور هذا وهو حال كل مسلم؟ المسلم بين إقبال وإدبار، ليس معصوما، إذ لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله تعالى ومعصيته، ولا سبب له إلا هذا، أنه ساعة ينتصر بها على الشيطان ونفسه، وساعة يخسر تلك المعركة فيعود نادما، فيقبل الله توبته ويقيل عثرته، ثم بعد ذلك يقع في معصية أخرى أو ينتصر في معركة ثانية مع الشيطان، وهكذا يعني في إقبال وإدبار. وإذا فهم هذا فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكن وجودها، والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندم، والندم يورث العزم، وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الندم توبة. ولم يشترط الندم على كل ذنب، وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولم يقل التائب من الذنوب كلها، قال التائب من الذنب، من ذنب واحد كمن لا ذنب له. وبهذه المعاني تبين أن التوبة عن بعض الدنان غير ممكن، لأنها متماثلة في حق الشهوة وفي حق التعرض لسخط الله تعالى. نعم، يجوز أن يتوب عن الخمر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء السخط، ويتوب عن الكثير دون القليل لأن لكثرة المعصية تأثيرا في كثرة العقوبة، فيساعد الشهوة في القدر الذي يعجز عنه ويترك بعض شهوته لله تعالى، كالمريض الذي حذره الطبيب الفاكهة فإنه قد يتناول قليلها لكن لا يستكثر منها. وقد حصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوب عن شيء ولا يتوب عن مثله، بل لا بد وأن يكون يعني الكذب كله نوع واحد. تقول: أنا والله أتوب عن الكذب الذي من النوع كذا ولا أتوب عن الكذب من النوع الثاني، هذا كلام باطل. التوبة من الكذب كله، التوبة الكذب نوع واحد، كذلك الغيبة نوع واحد. أنا أتوب من الغيبة عن غيبة العلماء ولا أتوب عن غيبة عامة الناس، هذا ما يصح. قال: بل لا بد وأن يكون ما تاب عنه مخالفا لما بقي عليه، إما في شدة المعصية وإما في غلبة الشهوة. وإذا حصل هذا التفاوت في اعتقاد التائب تصور اختلاف حاله في الخوف والندم،
فيتصور اختلاف حاله في الترك فندمه على ذلك الذنب، ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه بمن لم يذنب وإن لم يكن أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي. قوله: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. عبد العزيز. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله. أي توبوا إلى الله من التقصير الواقع في أمره ونهيه، وظاهر الأمر للوجوب، فيجب التوبة على جميع المؤمنين. أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتها، وإن ضبط نفسه واجتهد ولا يخلو من تقصير يقع منه. فلذلك وصى المؤمنين، وصى الله عز وجل المؤمنين جميعا بالتوبة والاستغفار، ولذلك شرع لنا ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الاستغفار عقيب كل طاعة، لأننا عاجزون عن أن نأتي بالمأمور منه بالمأمور به على الوجه الذي أمرنا به، فبعد أن ننتهي نستغفر الله عز وجل. وبتأمين الفلاح إذا تابوا واستغفروا. وقال بعض العلماء: إن من أذنب ذنبا ثم تاب عنه يلزمه كلما تذكره أن يجدد عنه التوبة، لأنه لا يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلقى ربه. وسبق الخلاف في هذه المسألة قريبا. معنى لعل راجع إلى العباد، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمعنى لعل هذه راجع إلى العباد، كقوله: لعله يتذكر أو يخشى، أي اذهبا أنتما على رجائكما. فهنا لعل تفيد الترجي من المخاطب وليس من المخاطب جل وعلا. فهنا لعلكم تفلحون، الرجاء هنا من المخاطبين، يعني توبوا على رجائكم أنتم أن تكونوا من المفلحين، وليست هنا لعل الرجاء من الله تبارك وتعالى. هذا أحد التفاسير، وسيأتي تفسير آخر سيذكره الشيخ. أي اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما في إيمانه. ثم الله تعالى عالم بما يؤول إليه أمره. وقيل لعل بمعنى كي، لعل للإطماع، للإطماع. والكريم إذا أطمع، الكريم إذا أطمع، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، هكذا قال الباري تبارك وتعالى في الحديث القدسي. هذا إطماع من الله جل وعلا ليبين لنا أنه لن يكافئك على هذا العمل إلا الله جل وعلا. فالكريم إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة، فجرى إطماعه مجرى وعده المحتوم. فلهذا قيل لعل في كلام الله تعالى بمعنى كي، وهي تفيد التحقق والفعل يقينا. المفلحون الناجون والفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار. ويكون الفلاح بمعنى البقاء، أي الباقون في النعيم المقيم. وأصل الفلح القطع والشق، ومنه سمي الزراع فلاحا لأنه يشق الأرض. وفي المثل: الحديد بالحديد يفلح يقطع. فهم المقطوع لهم بخير الدنيا والآخرة.
قوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الفرق بين هاتين المرتبتين من وجوه: الأولى معنى استغفر، يعني اطلبوا المغفرة من ربكم لذنوبكم، ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة، فقال ثم توبوا إليه، لأن الداعي إلى التوبة والمحرض عليه هو الاستغفار، وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله تعالى إلا بإظهار التوبة، فالله لا يغفر لك ما لم تتب. والأمر في الحقيقة كذلك، لأن المذنب معرض عن طريق الحق، والمعرض المتمادي في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا يمكنه التوجه إلى المطلوب، والمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب، إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالإعراض عما يضاده. فيثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات، والتوبة مطلوبة لكونها من متممات الاستغفار، وما كان أخيرا في الحصول الذي هو التوبة، وما كان أخيرا في الحصول كان أولا في الطلب، كان أولا في الطلب. لذلك ماذا قال الباري تبارك وتعالى: وتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون. الله، ليس هذه الآية. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب، قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذه هي الآية. قال وما كان أخيرا في الحصول كان أولا في الطلب، فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة. الثاني استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا من أنف الذنوب، يعني من استئناف الذنب. استغفر الآن أنت من هذا الذنب الذي فعلته، ثم تب إلى الله عز وجل من العودة إلى الذنب. الثالث استغفروا من الشرك والمعاصي ثم توبوا من الأعمال الباطلة. الرابع الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغي، والتوبة سعي من الإنسان في إزالة ما لا ينبغي. الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغي، والتوبة سعي من الإنسان في إزالة ما لا ينبغي. فقدم الاستغفار ليدل على أنه ينبغي للعبد ألا يطلب التوبة إلا من مولاه، فإنه هو الذي يقدر على تحصيله. ثم ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به الإنسان ويتوسل به إلى دفع المكروه، والاستعانة بفضل الله مقدمة على الاستعانة بسعي النفس. قوله وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نقف عند التوبة النصوح. اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم. آمين آمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.